بالتاكيد يعني ما بتناموش يعني الليل بالنهار متواصل معاكم لتجهيز هذه المساعدات الانسانيه وايصالها الى اهالينا في قطاع غزه. خلينا النهارده نتكلم عن شايفه ازاي المساعدات اللي قامت بها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وايصالها لاهالينا، كيف ستصل الى اهالينا في قطاع غزه؟ طبعا يعني اولا احنا ده اقل حاجه نقدر نعملها لاخواتنا في غزه في الظرف الانساني الصعب. بصراحه ان حضراتكم الاعلاميين كلهم طبعا وعلى راسهم طبعا ممثلين المتحده من اول يوم كانوا معانا على بوابه رفح بيطمنوا ان الحاجات بتدخل وبيستنين معانا لغايه ما كان المعبر يفتح. النهارده هم بيشاركوا بدور اضافي من خلال تبرعهم لمؤسسة حياة كريمة للمشاركة بست شاحنات، ست شاحنات موجودين حوالي 150 طن من المواد الغذائية والمياه. التجهيزات بدأت طبعا من على أكتر من أسبوع بنجهز الحاجات عشان خاطر تبقى موجودة بأفضل شكل ونطمن أنها توصل لأخواتنا أول ما توصل المعبر إن شاء الله. بنعمل لها باكينج بالشكل المنضبط عشان خاطر ما تتعطلش في المعبر لأي سبب. تمام.